الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عادتا للاستعداد مرة أخرى لتوجيه ضربة ضد إيران وضد أذرعها، وذلك من خلال مناورات عسكرية جديدة تم الإعلان عنها ليلة يوم أمس. هذا الإعلان بدأ طبعا من أحد المراسلين في القناة 11 العبرية بهذا الشكل، قال إن هنالك مناورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عسكرية على المستوى الجوي بدأت وانطلقت. إسرائيل ريدار تحدثت عن هذه المسألة، وكذلك ذا جيروزلم بوست صباح هذا اليوم نقلت كل تفاصيل هذه المناورات. المناورات ببساطة كما تحدثنا هي على المستوى الجوي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل، وهدفها الأساسي هو توجيه ضربات إلى أهداف تأتي في عمق أراضي العدو. لم يذكروا إيران، لم يذكروا الفصائل المسلحة المقربة من إيران، ولكن ما هو مثير في هذه المسألة هي وجود طائرة KC-46، وهي من الطائرات التي تستخدم في عملية تزويد الوقود للطائرات الحربية بالعادة، وهذه الطائرة بوجودها بهذه التمارين تعطيك قصة مختلفة. لماذا؟ لأن إسرائيل أساسا عندما تقوم بعمليات قصف في الداخل السوري على الفصائل المسلحة المقربة من إيران، على حزب الله، على الفصائل الفلسطينية في غزة على سبيل المثال، هي ليست بحاجة لمثل هذا النوع من الطائرات، لا أبدا، ليست بحاجة للتزود بالوقود، وبالتالي هي قادرة على تغطية هذه المنطقة من دون أي مشاكل. وبالتالي وجود هذه الطائرة هي تعني ببساطة أن هنالك استعدادا مستمرا لكي تكون هذه الطائرة حاضرة تزود الطائرات الحربية إن كانت الإسرائيلية أو الأمريكية بالوقود من أجل الدخول إلى الأراضي الإيرانية، فهي بحاجة لها، وهي تعتبر مشكلة مهمة للغاية بالنسبة لإسرائيل عندما تتحدث وتهدد بشكل دائم إيران وبأنها ستوجه ضربات إلى الداخل الإيراني. وبالتالي القصة واضحة للغاية من خلال وجود هذه الطائرة في هذه المناورات، وهو أمر أساسا قد أشارت إليه بشكل واضح الجيروزلم بوست أساسا، وقالت الآتي: التزود بالوقود في الجو ليس ضروريا للجيش الإسرائيلي لضرب غزة، الضفة الغربية، لبنان أو سوريا، ولكنه سيكون ضروريا لأي هجوم محتمل على طهران. حتى الأسبوع الماضي كنا أمام تصريحات قادمة من قائد القوة الجوية الأمريكية في القيادة المركزية الأمريكية لوتنت جنرال أليكسيس غريكويتش، كان قد تحدث عن هذه المناورات أو عن مثل هذا النوع من المناورات بهذا الشكل، وقال الآتي: أن المشاركة في مثل هذه التدريبات المشتركة كانت وسيلة واضحة لإبلاغ إيران بأن الولايات المتحدة لا يزال بإمكانها استخدام قوة كبيرة في الشرق الأوسط على الرغم من سحب القوات في مختلف المناطق. البعض قد يتساءل، كنا أمام أنباء مهمة للغاية في الأسابيع القليلة الماضية بأن هنالك عودة للاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهنالك جهود جيدة لأن تخفف وأن يكون هنالك تخفيفا في مسألة ضرب إيران أو تخصيب اليورانيوم أو إمكانية وصول إيران للقنبلة النووية. القصة طبعا الآن اختلفت في هذه المسألة، وقد عدنا إلى تصعيد والتصعيد في هذا الأمر، خاصة وأن هنالك تصريحات قد صدرت من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في 48 ساعة الماضية، الذي وضح بهذا الشكل بأن كل الجهود للعودة للاتفاقية النووية الآن قد توقفت تماما. هو تحدث عن هذه المسألة، بل إنه أيضا تحدث عن زيارته في مارس من هذا العام إلى إيران عندما اشتدت الأمور تجاه إيران، واكتشفوا بأن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة ما يقارب الأعلى من 80%، وبدأت إسرائيل تهدد ودخلت المنطقة في إنذار كبير. ذهب في مارس إلى إيران، اتفقوا على عدد من الخطوات في التعاون في مسألة العودة للاتفاقية النووية، زيادة التفتيش، إعادة نصب الكاميرات، ولكنه الآن رافائيل غروسي قد تحدث في 48 ساعة الماضية بأن في حقيقة الأمر الجهود مع إيران والتعاون مع إيران أصبح بطيئا وبطيئا للغاية. وطبعا مع هذا الكلام الذي يأتي من رافائيل غروسي أيضا صدر تقرير نشرته الفوكس نيوز الأمريكية بهذا الشكل في اليوم التالي من تصريحات رافائيل غروسي، وهي اعتمدت بالأساس على معلومات استخبارية صادرة من هولندا ومن ألمانيا وكذلك من السويد حول أن إيران أساسا كانت تخطط العام الماضي للقيام بتجربة نووية، وتجربة على مستوى تفجير طبعا القنبلة النووية، وهي صعدت من تخصيب اليورانيوم بشكل متقصدة فيه وتقصدت هذا الأمر، تقصدت مخالفة كل شيء، تقصدت استغلال أي فرصة ممكن أن تأتي لها
إن كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أوروبا، في إضافة أجهزة الطرد المركزية، رفع نسب تخصيب اليورانيوم ورفع مخزون اليورانيوم والاقتراب من القنبلة النووية. وبالتالي هذا التقرير هو خطير للغاية مما صدر عن هذه الدول على الفوكس نيوز على المسألة الإيرانية فجأة. وبالتالي هذه كلها قد تفسر تماما لماذا نحن الآن أمام مناورات أمريكية إسرائيلية فيها أهداف واضحة، ألا وهي تهديد إيران عسكريا، بل حتى الاستعداد لتوجيه ضربات لأذرعها الموجودة في المنطقة على المستوى السوري أو حتى على مستويات مختلفة. بل أيضا قد تفسر هذه الأنباء لماذا عدنا إلى الانفجارات الغامضة مرة أخرى إلى الداخل الإيراني، حيث أن وسائل إعلام مهمة مثل إيران انترناشونال على سبيل المثال أو حتى الأنباء الإيرانية الداخلية أكدت أن هنالك انفجارا غامضا قد جاء بهذا الشكل على إحدى مصافي النفط أساسا الموجودة في بندر عباس، كما تلاحظون بهذا الشكل انفجار كبير للغاية. وكانت هنالك زاوية أخرى لطبيعة هذا الانفجار، هذه عودة للانفجارات الغامضة مرة أخرى التي توقفت لفترة لا بأس بها مع تهدئة الأمور مع جهود دبلوماسية، ولكننا ها نحن أمام ظروف غريبة للغاية. كل هذه الأمور وكل هذه التطورات هي بدأت منذ الخميس الماضي من اجتماع قد جاء في مجلس الأمن الدولي كان فيه صداما كبيرا بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من جهة، وكذلك روسيا وإيران من جهة أخرى، ولكن الانزعاج كان من إيران واضحا للغاية في مسألة تخصيب اليورانيوم المستمر رغم الجهود الدبلوماسية، وكذلك إرسال إيران لروسيا الطائرات المسيرة من طائرات شاهد 136 المفخخة. الانزعاج هنا من مسألة أن هذه الطائرات تصل ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر، وهذا طبعا يعتبر أمرا ممنوعا بالنسبة للقرار الذي هو يعتبر جزءا من الاتفاقية النووية، وهو Resolution 2231 الذي يمنع إيران من إرسال أي صاروخ باليستي أو طائرة أو غيرها يصل مداها إلى أكثر من 400 كيلومتر، الطائرة يصل مداها إلى 2000 كيلومتر. بل إن مشكلة الغرب الآن هي أن هذا القرار ستنتهي صلاحيته تماما أو صلاحيته ستنتهي في أكتوبر القادم، لم يتبقى إلا أقل من 3 شهور وسيتوقف هذا القرار تماما، وبالتالي إيران ليست ملزمة به وتستطيع إرسال أي سلاح تريد إلى الداخل الروسي إن كان طائرات مسيرة يصل مداها 1600 كيلومتر 2000 كيلومتر، وحتى أنها ستكون قادرة على إرسال الصواريخ البالستية لروسيا لأنها الآن بدون أي مشاكل وانتهت صلاحية هذا القرار الموجود من ضمن الاتفاق النووي. الغرب لا يريد هذه المسألة تماما ويريد إيقاف هذا التطور، بل أن أساسا مصادرا قد نشرت لرويترز قد تحدثت مؤخرا بأن الغرب أبلغ إيران بأننا سنبقي على هذا القرار ونريد أن نبقيه، وإن خالفته يا إيران حتى بعد أكتوبر ستفرض عليك عقوبات كبيرة وعقوبات السناب باك، عقوبات الأمم المتحدة ستفرض عليك يا إيران. طبعا بالنسبة لإيران تقول الاتفاق اتفاق، اتفقت معكم في أكتوبر وأن ينتهي هذا القرار في أكتوبر 2023. وكانت نور نيوز المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني واضحة في هذه المسألة واعتبرت بأن هذا يعتبر انتهاك للتعهدات وستؤثر مباشرة على استمرار الخطوات التعويضية التي تتخذها إيران بشأن برنامجها النووي السلمي. بالتالي هو اتفاق وانتهى هذا الاتفاق، لماذا تمددون هذا القرار ونحن لم نتفق على أي تطور آخر أو أي مسألة أخرى بيننا وبينكم؟ وبالتالي الأمور اشتدت بشكل كبير وواضح أن التصعيد قد عاد على إيران مرة أخرى، والغرب يضغط على هذا القرار وعلى هذه المسألة بالنسبة للطائرات المسيرة، لأن في حقيقة الأمر هنالك استثمارات غربية لأوكرانيا تجاه أوكرانيا، ومن خلالها أوكرانيا تقوم بتقدم عسكري مستمر بحسب معهد دراسات الحرب قد وضح أن هنالك تقدما للقوات الأوكرانية يأتي إلى شمال باخموت. إذا ما اقتربنا من هذه الصورة ستلاحظ إلى شمال باخموت هنالك تقدم، التقدم يأتي على عدد من الجبهات في حقيقة الأمر بطيء ولكنه ملموس، وكلما تقدموا هم لا يتراجعوا. وهنالك أمر مهم يجري في باخموت في هذه المنطقة إلى شمالها. طبعا إذا ما اتجهنا إلى الخارطة لكي نفهم مسألة الضغط الغربي على إيران في الطائرات المسيرة أو في أي سلاح،
هي طبعا ترتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، واضح جدا هذا الأمر وانعكاساته. وبالتالي إذا ما ذهبنا الآن إلى شمال باخموت، هذه يا باخموت إلى شمالها هنا، ستلاحظ برخيفكا كان هنالك تطورا كروفر مع القوات الروسية، ستلاحظ هنا على سبيل المثال في 7 من يوليو، 8 من يوليو، وأيضا ستلاحظ 9 كيف اقتربت القوات الأوكرانية من برخيفكا، وبعد ذلك القوات الروسية تمكنت من دفعها، ولكن هنالك كروفر في هذه المنطقة. أيضا في المنطقة الشمالية من هذه المنطقة، وهي منطقة أساسية أساسا بالنسبة للقوات الأوكرانية، ستلاحظ من روزداليفكا هنا أن هنالك تقدما بحسب الديب ستيت وبحسب معهد دراسات الحرب يأتي بهذا الشكل. لاحظ بأن في 9 من يوليو وفي 10 من يوليو اليوم أن هنالك تقدم أوكراني كبير يأتي بهذا الاتجاه، وبالتالي أنت ترى أن القوات الأوكرانية لديها عمل كبير في هذه المنطقة أن تصل إلى برخيفكا، لديها أساسا تقدم بهذين الاتجاهين، وهنا لديها اندفاع سريع، وبالتالي يحاولون الإحاطة بهذه المنطقة والسيطرة على المنطقة مرتفعة، مما يعطيهم طبعا قدرة على عملية الرصد على ضرب عمق باخموت، تعطيهم قدرة عالية للأوكرانيين. هذا هو الهدف الواضح من هذه المنطقة، ولكن أيضا التقدم الذي يأتي من هذا الاتجاه الذي تحدثنا عنه هو يفتح الباب لأن القوات الأوكرانية يبدو بأنها تريد السيطرة على هذا الطريق الرئيسي الذي يقطع طبعا باخموت بهذا الشكل، يريدون الوصول إلى كراسنهورا وكذلك إلى سوليدار. التقدم هنا يوضح أن هنالك رغبة بالتقدم إلى سوليدار وكذلك إلى ياكوفلي، وهذا يعني ببساطة أن الأوكرانيين يريدون محاصرة هذه المنطقة بأكملها، ويدفعون القوات الروسية أن تنسحب من هذه المنطقة، يسيطرون على المنطقة الشمالية مع تقدم من الجنوب من كريتشيفكا. طبعا هو يوضح أنهم يريدون محاصرة المنطقة بأكملها ليدفعوا القوات الروسية إلى موقف وقرار صعب وضربة كبيرة عسكرية في هذه المنطقة. بالتالي هذا يوضح لماذا الغرب يفكر في الضغط على إيران بشكل مستمر ليمنعون أي مساعدة ممكن أن تستفيد منها طبعا روسيا. وأيضا كانت هنالك تحركات عسكرية للقوات الأوكرانية من روزداليفكا إلى ياكوفليفكا، وخاصة أن هذه البحيرة كانت ظاهرة في عملية التحركات العسكرية من هذا الهجوم الذي نوعا ما لم ينجح فيه الأوكرانيين، لكنهم حققوا هذا التقدم الذي ترونه هنا، وكان ظاهرا من هذه المقاطع التي سترونها الآن للقوات الأوكرانية وهي تشن الهجوم من روزداليفكا وتتحرك بهذا الشكل الذي ترونه. دعونا نكبر الصورة قليلا لكي تكون الصورة واضحة. طبعا واضح جدا القوات الأوكرانية عندما بدأت بالتقدم بدأت القوات الروسية بقصفها، وستلاحظ أن البحيرة التي تحدثنا عنها ظاهرة هناك إلى أقصى اليمين من الطائرة المسيرة، كل شيء واضح لك. تبدأ القوات الروسية بضرب الأوكرانيين، لكن الأوكرانيين يندفعون رغم هذا القصف حتى تتعرض مدرعاتهم إلى الأذى أو التأثر. وطبعا هذا التقدم تبحث عنه القيادة الأوكرانية قبل أن تنعقد يوم غد قمة الناتو المهمة للغاية التي ستكون في ليتوانيا والتي ستمتد ليومين. جو بايدن الرئيس الأمريكي سيكون حاضرا في هذه طبعا هذه القمة لقمة الناتو المهمة للغاية، وبالتالي عمل كبير أوكراني في التقدم، ويريدون الاستمرار في التقدم في حقيقة الأمر ولا يتوقفوا أبدا، وبالتالي يضغطون على الجميع، يضغطون على إيران، يضغطون على الصين.